الأسد اللي تصنف إنه ملك ملوك أفريقيا، صاحب أطول فترة حكم الأسد على زمرة. بشجاعته وقوته قدر يعكس بعد آخر لعالم الحيوان. استطاع الأسد سكار فيس حكم 900 أسد طول فترة حياته على حدود كينيا وأوغندا. فتعالوا نتعرف أكتر على حياة سكار فيس. بس قبل ما نبدأ، لو أنت لسه جديد في القناة ياريت تعمل اشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. سكار فيس أو الأسد ذو الندبة، وكان من السهل التعرف عليه بسببها لأنه بيمتلك لبدة سوداء مميزة في وجهه. في سنة 2011 أتم الأسد سكار عامه الرابع، وكان معاه أخواته هانتر وموراني وسيكيو، وفي الوقت ده عرفوا يسيطروا على إقليم مارش برايد. وفي شهر أكتوبر من نفس العام واجهوا الأسد كلاود 14 سنة وأخوه روميو 13 سنة. وطبعا المعركة كانت غير متكافئة، فهرب كلاود وروميو علشان ما يفقدوش حياتهم. وفي سنة 2012 واجه سكار وأخواته 6 أسود في معركة اسمها كرامة الزمرة، والمعركة دي اللي حصل فيها سكار على الندبة، وكانت من أحد الذكور اللي تعارك معاهم. لكن الأسد سكار كان معروف بقوته وإصراره دايما على القتال، فعرف يقتل أسدين والأربعة الباقيين استطاعوا الهرب. لكن الأسد سكار وأخواته كانوا مصرين على مطاردتهم لحد ما وصلوا لقطيع ماشية، وبدأت المعركة مرة أخرى، وبالفعل قتلوا الأسود الأربعة المتبقية. لكن للأسف أصيب سكار بطلق ناري في بطنه، لأن رعاة الماشية كانوا فاكرين إن ده هجوم على الماشية، وعلشان كده قاموا بإطلاق النار على سكار. لكن في الوقت ده استطاع الأطباء البيطريين في المحمية إنقاذ سكار، وده حسب موقع وايلد لايف. وحياة الأسد سكار كانت مليئة بالمعارك القوية والشجاعة، فاستطاع الدفاع عن أرضه أمام 130 أسد. ومن أشهر المعارك دي كانت مع أسد اسمه جرابي، وكان الأسد ده أصغر من سكار بحوالي 3 سنوات، وحجمه كان يعادل مرة ونص حجم سكار. وكل المتابعين للحياة البرية كانوا متوقعين خسارة سكار أمام جرابي ونهاية حكمه أمام الزمرة. لكن المفاجأة إنه فقد جزء من عضلات قدمه ومخسرش المعركة، واستطاع الأسد سكار الفوز على الأسد جرابي وقتله. وحياة سكار فيس كانت مليئة بالصراعات، وده بسبب إنه كان بيحكم في أكتر المناطق خطورة على كوكب الأرض، بالإضافة إن منطقته كانت كبيرة جدا، فكانت مساحتها 400 كيلو متر مربع، وكمان كانت مليئة بالضباع. وسكار لوحده استطاع قتل 400 ضبع. ومن الصعاب اللي كانت بتقابل الأسد سكار والزمرة إن المنطقة اللي بيعيش فيها كان فيها نهر، وده يعني وجود تماسيح. لكن سكار ما كانش بيخاف يقرب منهم، والغريب ان التماسيح لما قتلت شبل صغير كان رد فعله ان اخرج مجموعة التماسيح دي كاملة من منطقته، وكان شجاع جدا في التعامل معهم. سكار فيس هو الاسد الوحيد اللي عرف يقتل فرس نهر بالغ لوحده بدون مساعدة اخواته او الزمرة، وبالرغم من قوته وشراسته عمره ما قتل إنسان. وسكار فيس هو الأسد الوحيد اللي وصل حكمه لثمان سنوات مقارنة مع الأسود الأخرى، فأي أسد آخر أقصى مدة لحكمه
كانت 3 سنوات، والأسد سكارفيس قدر يعكس بعد آخر للسلوك الحيواني، فكان بيعطي حق التزاوج لأخواته هانتر وسيكي وموراني مع الإناث الخاصة بيه في الزمرة، وده كان بيعكس الترابط بينه وبين أخواته الأسود، لدرجة إن معظم السلطات اللي كان بيمتلكها كانوا بيمتلكوها في الزمرة.